قامت الجهة المنفذة لمشروع إعادة تأهيل موقع الإنزال السماكي بالمشروع الرابع بالمكلا بالتسليم الابتدائي للمشروع بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق. ويأتي المشروع ضمن مشاريع دعم صمود قطاع صيد الأسماك في البلاد للحفاظ على سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التعافي بعد الأزمة بتمويل من وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية مركز دعم الأزمات وتنفيذ الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي التقني خبراء فرنسا.